تعليقك ايه على ردة فعل أفشة في المباراة اللي فاتت يا كابتن كمونة؟ يمكن سيطرت عليه حالة من الغضب أثناء تغييره، ولكن النادي الأهلي الخبر اللي معانا بيقول إنه تقبل اعتذار أفشة، يعني يمكن يكون كان اعتذار يعني طبيعي جدا، إن هو لازم يتقدم باعتذار لما بدر منه من حالة الغضب اللي سيطرت عليه. بص، خلينا نبقى واقعيين يا فرح، إن زيزو اللي عمله زيزو وعمله أفشة يعني بصراحة يعني حاجة مش كويسة. أنا النهاردة، أنت عمرك شفت في لعيب عالمي في أي دوري في أوروبا لما المدرب بيطلعه بيعمل كده؟ لا، لازم أنا أمسك أعصابي. أنت النهاردة في مدير فني محترم جدا، فعارف إمتى يلعبك وإمتى يطلعك. وبعدين كمان أنت ما بتطلع وتعمل كده، طب أنت بتحسس اللعيب اللي هينزل بطريقة مش كويسة. إن النهاردة اللي بينزل مكانك ده بينزل عاوز يموت نفسه في الملعب وعاوز يلعب يبقى كويس، فبالتالي لما انت بتطلع وزعلان هو بيزعل اكيد يعني. لكن هي 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 انا شايفها في الدوري المصري بقى لها فتره، ان انت النهارده مش مقتنع ان انت، هو مش شرط ان هو، بس هو لما وضح، انا قصدي بس لا هم اما وضح الجزئيه دي كابتن كمونه قفشه قال انه كان زعلان انه ما قفتش الفرقه على مدار مشاركته، وانه مش زعلان انه اتغير، هو زعلان انه الفتره اللي قعد فيها في ارض الملعب ما اضافش شيء. انا بقول ان مش شرط المدرب يطلعك علشان انت وحش. هو خلي بالك، هو شعر بقى لا بداخله ان هو كان وحش. اللاعب المصري حاطط في دماغه ان انا النهارده المدرب لما طلعني تقليلا مني يبقى لا مقصر. لا، ما انت ممكن خلاص بيريحك، بيخلي واحد نازل نفسه اعلى مجهوده احسن فبينزل يعمل شغل للفرق. وبعدين النهارده انت بدات ولعبت وعامل شغل كويس جدا، لكن بيريحك عشان الماتشات اللي جايه. زي ما زيزو برضو كان الماتش اللي هو كان في المنتخب الاولمبي، الراجل طلع زعلان وبتاع، وبعدين طلع برر قال لك ان في ناس كانت بتتفرج عليا وبتاع الكلام ده، وكنت نفسي ان انا اكمل وبتاع الكلام. وبعدين الماتش زيزو برضو بيكون عنده الشعور اللي كنا لسه بنقوله على قفشه دايما، انه يقدر يبقى سبب في اسيست في اي ثانيه من المباراه، حتى لو ما حرزت هدف ممكن لاخر ثانيه في المباراه يكون سبب في اسيست. فدي برضو من الحاجات اللي بتخلي اللاعب حاسس انه كان ممكن يعمل حاجه، أو يقدر يعمل حاجه لاخر ثانيه. طبعا، لكن عاوز اقول لك ان هو برضو لعيب محترف، هو لعيب محترف خلاص. انا ممكن ابقى زعلان، لكن تقبل بقى، لان برضو المدرب حتى ليه بيتعامل مع 30 لعيبه. طبعا انت كل لعيب دلوقتي في اي فرقه بيقول يلا نفسي، لكن انت المدير الفني ده بيتعامل مع 30 لعيب او اكتر من 30 لعيب. أكيد.